وينك؟ وينك؟ هون هون وينك؟ هنا هنا. نعم، خلنا أنزل للطيارة مغايرة. أيوة يلا عد الحلقة بالقاع. يا ولد لا ما لا ما هذه هذه السبب تلاقتي هذه انا كلك ذا الحلة جاي ما يموت ابن الك ابن الك ما يموت والله ما يموت الله ابد ابد مات ناني 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 والله في واحد اقول لك مره هندي جالس يظبط علي في مقصة غريب ما ادري ما هو ويقول لك استخدمه قلت له ماذا مقصة غريب ما ادري كيف ياجي من داخل كذا زي مثلثه وقلت له ماذا قال لي اسكت بس خلنا نخلص وبعدين تكلم يا اخي كلب قهرني المهم ما خلصت قلت له ماذا قال لي هذا المقص انا اشتريه من امريكا 300 ريال يا اخي زباط الله يلعن والله هاي طعنا طعنا هاي نلعب في وادي اصبر اصبر بس بس عندي عندي قبل اروح انتحاري ذا والله تفجر واحد حط عليه سبعه 7000 رزق الله ينعل وجهه خليك تلك تبغى كذا 7000 لي ولا غير يا كلب كلب قبل هذا المكان عارف ينفع حق ما هذا المكان ينفع حق الاختباء انا خنتك ناني انا اصلا انا شوق ناني لا والله ايه يا ضحيبك امزح 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 تعال تعال والله خلاص اظن هنا يتعلق واحد لانه نظام بلدي يا اظن استغفر الله ما اسوي هذا ذا امشي لين جهات الطفيف بسم الله اصبر اصبر ما ادري ما حصل لا هذا هو الجلتش كذي مش هذا هو زي كذا اصبر اصبر والله بسم الله ما لا تعوق انا والله هذا والله هطا ترى برضه يعني ايش قال لك دور وذا بجك محمد طيب ايش ارجع اصبر اصبر خلنا اجي مسرع اجي مسرع